العقيق اجتمعنا. عبد العزيز طلع الشفر، الجو مطر، طلع بعياله الشفر، لقيت اياد احد عياله. هذا اياد عبد العزيز احمد شديد، صح؟ لا جابر. هذولك عيال عمك وشديد، ها؟ جابر الحربي من الحروب. هذه بيوته في العقيق، هذه بيوته وهذا مركز الحروب، هذه جزئيته في العقيق. وانا اكثر اصحاب لي في العقيق الحروب. سلام يا حربي، شايف؟ هنا يا ولدي كنا نجلس انا وابوك وعمانك، عبد اللطيف شديد الحربي، سلطان جباره، سامي، كلهم ما شاء الله رتب اسلوب، وعبد العزيز الحربي التربوي. طبعا اشهر اتحادي في مستوى الطائف، اكثر اتحادي متعصب للاتحاد، مين؟ خالد، عمك خالد الحربي. انا ما شفت في حياتي زيه ابدا ابدا، مره ما شفت واحد يحب نادي الاتحاد في حياتي زيه، بل يحب نادي في المملكه زي خالد الحربي. طبعا كان يبهذلنا هنا، والله يوم نفوز عليهم احنا الاهلي ولا شيء قلب علينا. وانا واخوه عبد العزيز الاهلاويه وفهد الله يرحمه اكمل. طب عرفت يا ولدي دحين متى اعرف ابوك؟ من عام، من يوم اخذت الابتدائي عام 1397-98 هجريه لحد الان. من سادس يوم تخرجت من يحيى بن اكثم عام 97-98 ابتدائي قصدنا، ورحت المتوسطه 97-98 هجريه وبدات المعارك. لسه دوبنا نسوق البسكليتات، يعني ظبطنا ورجل عقيم بالبسكليت وجين السوق يعني، والبروست وما البروست دوبه بدا البروست، وكنا هنا والبلوت. هل شفت هذا الموقع؟ هنا كنت اعلمهم البلوت. انا العب بلوت وانا ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي. وكنا نجلس يا ولدي الحين نبدا نصور، عشان هناك الدكه ما تكفينا، ما نقعد عند ذول اللي الناس اللي يلعبوا ضامن هناك الحين يلعب بلوت. وهنا هذا بيت عمك، ايش قال اوليه؟ عمك ايه عبد الله جباره، اخو سلطان، اخو سلطان جبار. الحين قاعد عميد هو سلطان؟ ايه. هنا كان، هنا في دكه. هذا الدكه هنا ولا هنا؟ قال ايه شوفها، هذه باين اثرها. هذه الدكه، هذا اثرها. هذه الدكه، هذا اثرها. ونجلس نتكي مرتفعه كذا ونجلس. وبسم الله. هذا العقيق، وعلى العقيق اجتمعنا. شوفوا الامطار كيف. هذه العقيق، هنا بيت عم سعيد يماني هناك، وهذه تعال معايا يا اياد. وين عيال الله؟ في ناس قدوم منهم ناس جدد، يعني مشي الحال. طيب. هنا بيت سامي، وهنا محمد البيشي، جات فتره سكن في البيت حق عبد الله جبار، وكنت يوم اجي بالمترين ادق البوري يقول لي ابوي ازعجت انا ما ادري ايش، اللي هو محمد البيشي، واقعد اتقاتل معه. قاتل على خفيف يعني مزح. هذا بيت فهد كان هنا، فهد الحربي، ها؟ وهنا بيت عمك خالد، ها؟ الله يرحم جدك كان هنا. يا سلام. على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، احنا وسود العيون، على العقيق اجتمعنا. بسم الله. اقدر ولا ما اقدر؟ انا اقدر ولا ما اقدر؟ طيب. أبا المجنون ليلى قد جنى بعض جنوني، ما بالمجنون ليلى قد جنى بعض جنوني. الطريق الأسهل من فين؟ على اليسار. يا ولد فهمت، احنا وسود العيون، ما بال مجنون ليلى قد جنى بعض جنوني، ما بال مجنون. هنا الطائف، هنا الطائف المأنوس بستان مكة، وعلى العقيق اجتمعنا. لسه ما طلعت، ما كملت الجبل. قد جنى بعض جنوني.
على الجمال. زمان شركة الكهرباء، شوفوا هذا اللي موجود أمامنا ومتوسط ضحية من أكثر جنبها، وضربت تعدادات ما أدري إيش ضرب عندهم في الكهرباء، صار انفجار، وهذا الكلام قبل 40 سنة. المهم تكسرت الجزء الجار تجاج عندنا في المدرسة، الطيقة تكسرت، المهم فكونا طالع حصة ثانية أو نهاية الأولى، وطلب المدير من هذا طلعوا الطلبة اللي طلعونا كلنا جري، وكلنا نروح على بيوتنا. المهم غبنا يوم كامل، وضمنا اليوم الثاني غبنا، وكان يوم الحمد لله جات سليمة. لعلهم يذكروني على العالي وكذا كذا العالي مرة. هذاك إدارة التعليم كان عم عبد الله سحرة، أخو شبل هذا كان في عبد الواحد مدير، وكان في المالية عم عبد الله سحرة، وسيدي أحمد يسلم، اللي كان جنبها وسط النقد، وهذا هو خلاص. شوف هذه يا اياد، شايف المنايره الثلاثه، المناره اللي في النص هذه اللي في النص بعيده شويه، هذه مناره المسجد الهادي، وكان ابوك يعني قريب المسافه، احنا نجيكم ووجينا زي كذا. جاني رسولي بيضحك وقال لي أبشر بصلحك، جاني رسولي بيضحك وقال لي أبشر بصلحك، بحق عيشك وملحك هم باللقاء أوعدوا. هذا المسجد مسجد الجفالي على طرف العقيدة اللي حي الربوة كذا من ناحية الجهة الأخرى شارع الجيش. هذا كان في شاعر نهاري، وهو أول من كان يحاكي باجابر بدايات باجابر في مكة المكرمة الشيخ باجابر، فصوته جميل، دحين إمام فيه جدا. قد جنى بعض جنوني. وهذا مسجد الجامع الكبير جامع الملك فهد، هذا كان مصلى للعيد، وكل أهل الطائف من جميع الحوائل داخل الطائف كلهم كانوا يجوا، وغضبهم على رجولهم لمشهد مصلى مريم، كان بناء مشهد. قابلتهم عصر الاثنين يوم جميل صبح الثالوث وحشوني، قابلتهم عصر الاثنين صبح الثالوث وحشوني، ويا عيوني عيوني.
جبل في الشرق رقية، منطقة الشرق رقية. كان هنا يطلع المدفع. هو يطل على ايش؟ يطل على حي شرق رق، على الحقيقة الداخلي، بستان بن سليم، شارع الجيش، ملز الخيل سابقا. شارع الجيش؟ ايوه، ملز الخيل. ملز الخيل سابقا. محل سباقات الخيل سابقا زمان. ايوه. لحقتها انت؟ لحقتها. هذا البستان اللي صورته من فوق انا هو حق بن سليم؟ حق بن سليم. بن سليم. ايوه. هذه المنطقة اللي انتم فيها كان الوالد هو اللي يعني الوالد ومين؟ كان جدك؟ لا، الوالد وعماني. عمانك؟ ايه. كنا أسرة هنا وكنا جيراننا الغوالي، جيراننا العصومة، جيراننا القرشان، كنا مترافقين ومترادفين.